تقول اعتادت النساء عندنا على لبس العباءة السوداء أثناء العزاء بمن فيهن أهل البيت، فهل هذا يعتبر من لبس السواد، يعني يعتبر من النياحة، علما بأن هذا عرف دارج عندنا؟ كل مظهر يكون به إظهار الحزن والسخط من قضاء الله وقدره فإنه محرم، لأن الواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر على المصائب حتى يكون من الصابرين الذين قال الله فيهم مبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا كان لباس السواد ينبئ عن السخط وعدم الصبر كان ذلك حراما. هل يجوز لبس الثوب الأسود على المتوفى وخاصة إذا كان على الزوج؟ نعم، لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له، والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ويبدله بخير منها. وقد جرى هذا لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها حين مات أبو سلمة زوجها وابن عمها وكان من أحب الناس إليها، فقالت هذا، قالت وكانت كنت أقول في نفسي من خير من أبي سلمة، فلما انتهت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة. وهكذا كل من قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله تعالى يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها. أما التزي بزي معين كالسواد وشبهه فإن هذا لا أصل له وهو أمر باطل ومذموم.